له يعني نثبت لله سبحانه وتعالى الربوبية، إثبات توحيد الربوبية سبحانه وتعالى لله سبحانه وتعالى، إفراد الله سبحانه بالخلق والملك والتدبير. نعم. ومعنى الخالق ولا مخلوق. نعم. وكما أنه محيي الموتى بعدما أحيا استحق هذا الاسم، هذا الاسم قبل إحيائه، كذلك استحق اسم الخالق قبل إنشائه. نعم. لا هو لا يريد أن يريد يرد على بعض المناطق والفلاسفة. إخواننا جاء بعض الناس وبنوا علم من علوم الشياطين بالكلام والمنطق والفلسفة. إخواننا هذا الطريق الناس فيه انقسموا إلى ثلاثة أقسام: طريق علم الكلام والفلسفة والمنطق والأهواء. قال أن الناس انقسموا فيه إلى ثلاثة أقسام: قسم خاض في هذا الطريق وأصبح فيه إمام وانتهى من الطريق، يعني إيش؟ انتهى من الطريق، وصل وأصبح إمام مشار إليه بالبلاغ، فهذا الإمام لابد أن يشهد أن هذا الطريق طريق ضلال. كل أئمة هذا الفن، أئمة علم الكلام والمنطق والفلسفة، أثبتوا أن هذا الطريق طريق ضلال، وأنه أضاعوا حياتهم في ماذا؟ في قيل وقال. مفهوم؟ كل من أصبح إماما في هذا الفن لابد يشهد أن هذا الفن علم باطل وضلال. قال ولم نستفد يوما من طول بحثه إلا أن جمعنا فيه قيل وقال، وقال ها أنا اليوم أموت على دين عجائز نيسبه، والويل لفلان، يعني هو يقول الويل لفلان، ما يستطيع يرجع الويل على نفسه، يقول الويل لفلان إن لم يتغمدني الله برحمته. بعد ماذا؟ بعد أن خاض وتكلم وكذب. هذا الإمام. طيب الثاني، هذا الأول. الثاني من هو؟ قال الثاني هو الذي لم يدخل في الطريق، ما دخل في الطريق إلى الآن، ما دخل في الطريق، هذا وين؟ في السلام، باقي على الشاطئ. لكن المشكلة، كل المشكلة ممن دخل ولم يخرج، ممن دخل في الطريق ولم يخرج من الطريق. ولهذا قالوا أكثر ما يفسد العالم أربعة، أكثر ما يفسد العالم أربعة: نصف متكلم، ونصف فقيه، نعم، ونصف نحوي، ونصف طبيب. نصف متكلم هذا يفسد إيش؟ هذا موضوع يفسد العقائد، يتكلم في ذات الله سبحانه وتعالى. ولهذا الإمام مالك رحمه الله تعالى عندما سئل عن الاستواء طأطأ رأسه وعلاه الرحضاء، يعني العرب، أمر عظيم، كيف يتكلم بهذا الكلام؟ الثاني نصف فقيه، هذا يفسد إيش؟ البلدان. وهذا اللي رأيناه في الربيع العربي، نصف فقيه من يتكلم وقال اسفكوا الدماء واقتلوا مظاهرات وقتلوا لا إشكال، اقتلوا أهل الإسلام واتركوا أهل الكفر. الثالث نصف نحوي، هذا يفسد اللسان، ونصف طبيب يفسد الأبدان. واليوم عندك في يقول لك وصفة كذا وكذا وكذا، وممكن تأخذ الوصفة وهي آخر يوم في حياتك، آخر وصفة في العالم. نعم. قال على كل شيء قدير، لكن لا يقال على ما يشاء. الله على كل شيء قدير، فالله سبحانه وتعالى نثبت القدرة لله سبحانه وتعالى والقوة لله سبحانه وتعالى. القدرة هي صفة يتمكن بها الفاعل من الفعل دون القوة دون ضعف، والقدرة دون عجز. نعم. كل شيء إليه فقير، إذن الخلق مفتقرون إلى الله سبحانه وتعالى. نعم. كل أمر عليه يسير. طيب قال في آية الكرسي:
الشاهد في هذه الآية أن من قرأ في ليلة لم يزل عليه من الله حافظا ولا أقرب الشيطان حتى يصبح. الشاهد في هذه الآية أي ولا يؤوده لا يعجزه لكمال حياته وقيوميته وقدرته وعزته سبحانه وتعالى. نعم قلنا لابد في الصفات المنفية ننفيها عن الله كما نفى عن نفسه وكما نفى عنه رسوله صلى الله عليه وسلم مع إثبات كمال الضد. نعم لا يحتاج إلى شيء. لا يحتاج إلى شيء. ولهذا أهل السنة والجماعة صلى الله عليه وسلم منهم مثلا يقول مثلا في الكرسي في العرش أنها من مخلوقات الله سبحانه ولا يمكن أن تحيط بالخالق سبحانه وتعالى. والله سبحانه وتعالى مستغني عن العرش ومستغني عن الكرسي ومستغني عن كل شيء سبحانه وتعالى. فكيف تجعل هذه المخلوقات؟ كل مخلوق لابد يفتقر إلى خالق سبحانه وتعالى. كيف تجعل هذا الخالق سبحانه وتعالى يفتقر إلى الخلق؟ نعم ليس كمثله شيء. أخواننا هذا بركة القرآن كلام الله سبحانه وتعالى آية واحدة ليس كمثله شيء. السميع البصير استنبط العلماء من هذه الآية قواعد عندنا فيها ذكرنا الآن يمكن ثلاث قواعد في هذه الآية. القاعدة الأولى الإثبات، القاعدة الثانية التنزيل، القاعدة الثالثة طريقة القرآن التفصيل في الإثبات والإجمال في النهي. وقلنا أن طريقة القرآن كذلك أن الصفات المنفية تأتي قليلة مقابل الصفات الثبوتية. نعم ليس كمثله شيء. نعم وهو السميع السميع سميع تأتي بمعنى مجيب. إن ربي لسميع الدعاء مجيب. وسميع إدراك الأصوات إما عام أو خاص أو تهديد. هذا كل هذا مثبت لله سبحانه وتعالى. مرة أخرى السميع إما بمعنى المجيب إن ربي لسميع الدعاء سمع الله لمن حمد استجاب الله لمن حمد تمام. وسميع إدراك الأصوات إما إدراك عام أو إدراك خاص أو تهديد. سمع أن الله سبحانه وتعالى يسمع كل شيء وسمع يراد به النصر والتأييد. إنني معكما أسمع وأرى أسمع ما تقولان وما يقال لكما وأنصركما. هذا نصر سمع يراد به النصر والتأييد والسمع يراد به التهديد. قد سمع قال لقد سمع الله قول الذين قالوا إن الله فقير ونحن أغنياء. سمع يراد به التهديد. نحن نثبت كل هذا لله سبحانه وتعالى. سمع بمعنى استجاب والسمع بمعنى إدراك الأصوات عام وخاص وتهديد. البصير تأتي بمعنى العليم. وبصير إدراك المرئيات عام وخاص وتهديد كذلك. نعم قال لماذا يقول خلق الخلق بعلمه؟ لأنهم قالوا أن الله سبحانه وتعالى لا يعلم الأشياء إلا بعد أن تقع. سبحان الله. والله أخواننا الأشياء التي لم تقع لم تقع. الله سبحانه وتعالى يعلم إذا وقعت يعلم كيف تقع. ولو ردوا لعادوا لما نهوا عنه. ما يمكن يا أخواننا ما يمكن أن يكون خالق بلا علم. ما يمكن. هل يمكن أن يكون خالق ولا يعلم من خلق؟ ما يمكن. ولهذا قال الله سبحانه وتعالى الله الذي خلق سبع سماوات ومن الأرض مثلهم. لماذا؟ قال لتعلموا أن الله على كل شيء قدير وأن الله قد أحاط بكل شيء علما. ما يمكن يكون خالق بلا علم. رجل من الناس أخذ قطعة من اللحم وضعها في إناء
عندما تأخذ قطعة وتضعها في الإناء بعد فترة يتعفن اللحم ويخرج إيش؟ دود. فقال هذا، قال أنه هو الذي خلق هذا الدود. قال له رجل آخر، قال أنت خالق لهذا الدود؟ قال نعم أنا. قال كم عدد هذا الدود؟ متى يموت؟ كم الذكور من الإناث؟ قال لا أدري. قال ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير؟ إذا ما يمكن، والله لا يمكن أن يكون خالق إلا بعلم وإيش؟ وقدرة. الله الذي خلق سبع سماوات ومن الأرض مثلهن يتنزل الأمر بينهم، لماذا؟ قال لتعلم أن الله على كل شيء قدير، وأن الله قد أحاط بكل شيء علما، فلا يمكن أن يكون خلق الخلق ولا يدري عنهم، لا يعلم عنهم شيء ولا يدري عن أعمال العباد. فالله سبحانه وتعالى خلق العباد وخلق أفعال العباد وعلم من العباد فاعله قبل أن يخلقه. نعم، قدر لهم أقدار. هو سيأتي الآن سيسرد مراتب الإيمان بالقضاء والقدر. القضاء والقدر له أربع مراتب، الإيمان بالقضاء والقدر أربع مراتب: الأولى العلم، والثاني الكتاب، والثالث المشيئة، والرابع الخلق. العلم أن الله علم كل شيء وكتب مقادير كل شيء، ولا يقع في ملك الله إلا ما شاء الله، ما شاء الله كان ما لم يشاء لم يكن ما تشاءون إلا أن يشاء الله رب العالمين. والعبد مخلوق وأعماله كذلك مخلوق، والله خلقكم وما تعملون، الله خالق كل شيء. نعم، وضرب لهم آجالا. نعم، مقادير. نعم،